السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا رب تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. من دخيل اسكندرية أجدد التحية لحضراتكم، وعنوان الحلقة: ماذا يخبرك القدم المتورم؟ رجلك ورمة. جات لي الصيدلية النهاردة إنسانة محترمة مصورة قدم والدها، قدمه متورمة. طبعا في ناس يقول لك ايه، لا دي رجل واحدة. ما ممكن رجل واحدة او الاثنين، مش شرط يعني قدم واحدة متورمة او قدمين. طبعا هي بتروح لناس بيودوها مثلا الفانترن او امبيزيم او ميجاليز مع لازي لاكتون 50 او اي اقراص مدرة للبول. طبعا الكلام ده غلط خالص. ليه؟ لأن القدم المتورم ده بيدي إشارة لمجموعة أعراض، إشارة لمجموعة أعراض. ممكن الكبد يكون فيه مشاكل، الكلية تكون فيها مشاكل، القلب يكون فيه مشاكل. كبد، كلى، قلب. لأن الجسم لابد أن يتخلص من المياه الزائدة، قانون، قاعدة ووردة في القرآن. لابد أن يتخلص الجسم من أي مياه زائدة. فلو المياه اتخزنت في الرجلين، معنى كده إن الكلى أو الكبد أو القلب فيهم مشكلة. طب أنا هعمل إيه؟ أتصرف إزاي؟ أبويا ما بيتحركش، سهلة. لو أبوكي ما بيتحركش، هتيله معمل في البيت ياخد العينات بتاعته، وبعدين اعرضيه على طبيب بطن عامة. طبيب البطن العامة هيحولك يا إما على جهاز هضمي وكبد، يا إما على بطنة وكلى، يا إما على طبيب قلب. ثلاث حاجات دول هيحولك طبيب البطنة العامة على طبيب جهاز هضمي وكبد، أو طبيب بطنة وكلى، أو طبيب قلب. التحاليل اللي أنا هعملها إيه؟ أول حاجة لازم أعمل وظائف الكبد ووظائف الكلى وإيكو وإيكو ورسم قلب بالمجهود اللي هو إي سي جي، تمام؟ خدوها سكرين شوت أهو. أول حاجة ليفر فانكشن اللي هو وظائف الكبد، اللي هو الإسجوت أو الألت، واللي سجبت أو الأست. سجوت أو ألت، سجبت أو أست، دول الاتنين دول بيعبروا عن وظائف الكبد. لو في مشكلة في الكبد، طبيب البطنة العامة هيحوله لجهاز هضمي وكبد. رقم اتنين، هنعمل كيدني فانكشن اللي هي كرياتينين ويوريا، كرياتينين ويوريا. وفي كمان حاجة تالتة بس دول برضو هيعبروا، تمام؟ وهنعمل برضو كومبليت يورين أناليسيس، تحليل بول كامل، تحليل بول كامل. ممكن يكون اليوريك اسيد عالي قوي فعامل تورم، او في كريستالز املاح عاليه عامله تورم. لو في مشكله في الكدني هيتحول على طبيب بطن عامه وكلى. رقم ثلاثة، ايكو واي سي جي، رسم قلب بالمجهود، تمام؟ ايكو واي سي جي. يبقى اذا تورم القدمين او احد القدمين يعبر عن خلل في الكبد أو الكلى أو القلب، الكبد أو الكلى أو القلب. في آية وردت في القرآن الكريم إن الماء لا يحتبس أبدا، اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم: وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين. الأعضاء الداخلية لما تبقى سليمة بتتخلص نهائيا وتماما من أي مية زايدة. لازم لو المية الجسم خزنها يبقى في مشكلة في الكبد أو الكلى أو القلب. ما تكتفيش إن أنت تاخد الفانترنا أو أمبيزيم أو ميجاليز. الفانترنا والأمبيزيم أو الميجاليز ده للكدمات والخبطات، واحد مخبوط، لكن
مشكله في الكلى احلها، مشكله في الكبد احلها، مشكله في القلب احلها، مش اخد ميجاليز واخد مدرات للبول. مدرات البول بتخلي الكلى تشتغل اكتر من طاقتها، وبناء عليه تتعب اكتر، ممكن يتسبب فشل كلوي ويروح يغسل كلى. دمتم يا رب بصحه وعافيه، ولا احتجتم اي طبيب ولا اي صيدله ولا اي دواء. ولا تنسوا ذكر الله والصلاه كثيرا على سيدنا محمد خاتم الانبياء والرسل. شكرا على طيب المتابعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.